انا ابنه ديال الربع عبد الحق ايمان الربع. الوالد ديالي وقع ليه مشكل ديال انه مات خوه ورث فيه، والاخت ديالو دارت عدد الموتى والوراثه، وملي دارت العدد الموتى والوراثه وساق لها الخبر وجا وطالبها بالارث ديالو، قالت لي ما عندك حتى شي حاجه في هاد الدار، مع العلم انه هوايا عنده السطح ديالو خلاه تجنبا للمشاكل والصداع ديال العائله، وكانت الوالده ديالو باقي حيه والاخ ديالو الله يرحمه حتى هو باقي حي، خلى المشاكل وكان خرج حتى اللي وقع وديك الساعه راه حقيره ديالي. لقيتها لي رجع وطالبها، صيفط لها رساله وسيناتها ما عيطاتش شي مده 15 يوم، وعاون قضائي مفوض حتى هوايا 15 يوم ما جاوبتوش، طلع المحكمه المدنيه. ملي طلع المحكمه المدنيه اللي كانت تحكم في هذا الشيء العقار، قالوا لي ما عندكش الحق باش تدفع للمحكمه، لان المحكمه كتدخل لها الدار ملي كتكون عندها ملكيه، وهاد الدار ما عندها حتى شي ورقه ملكيه، كدلي انها ملكيه بحال قلتي غير الحيوط فوق من الارض، لانهم استافدوا من العشوائي، وعندها نمره ديال الاستفاده ما كتدخلش، يعني هاد عكاشه وديور جداد وسيد خادير وكلهم ما عندهمش ملكيه، يعني دوز 100 عام غيتحيدوا، ما عندهمش ملكيه، حيوط فوق من الارض. الوقيته اللي هي ما غتدخلش المحكمه اضطر انه يجمع الناس اللي من العائله وشي وحدين كيعرفوهم، ودخل دق عليها وهضر معها اخت الاخ، قالت لي ما عندك حتى شي حاجه وما كتسال حتى حاجه، نكرتو حتى في حقه اللي هو ما بيعوش، مع انه عنده اوراق وعنده ادله وعنده وثائق وعنده شحال من حاجه. ماشي كتقول لي انت بعتي حقك من الفوق حتى لتحت، مع انه خوه مات وارث فيه جوج الاسهم من الفوق حتى لتحت، وهي اللي كاتباهم، راه الوراق غتصورهم وغتشوفهم، وكتقول ليه بانه ما عندوش الحق في الدار، وهو عنده حق خوه من تحت للفوق، وعنده حق امه الله يرحمها هو من الفوق حتى لتحت، وهو بايع حقه لتحت، والوراثه كلهم ما بايعينش ليها، بايعين ليها غير عبد الرحيم وخدوج وعبد الحق جميله، وامها وخوها السي محمد الله يرحمه ما بايعينش ليها. هذه الاولى. ثانيا ملي وقع بحال هكا هدوه بتهديدات بانهم ياخذ شويه الفلوس ويخرج، ولا يشدوه يديروا ليه يفعلوا ليه يتركوا ليه الى اخره. الوقيته اللي داروا بحال هكا اضطر انه يدير محضر عن طريق مفوض قضائي. المفوض القضائي سينات الاخت ديالو بانه ما غيوقع ليه حتى حاجه، ولا دخل بلا نزاع بلا مشاكل بلا صداع في عين المكان، تيجمعوا الوراثه اللي مخليه شي وحدين كاريا ليهم السطح اللي هو كان ديالو، كاريا ليهم تيبقاو رادين لها البال للدار. من ناحيه انهم اللي بقى كيتسنى اليوم غدا اليوم غدا، كياكلوا ماكله وحده وكيفطروا فطور واحد، وكتصايب لي القهوه تجيبها لي حتى لعنده، حتى كيتفاجئ بالبوليس جاو لعنده، جابوا لي استدعاء بانه خصو يمشي للدار الحمراء. ملي مشى للدار الحمراء حتى واحد ما عطاه وقت من 10 الصباح حتى الخمسة ديال العشيه. السيد عنده السكر وعنده الطونسيو بلا ماكله بلا والو، اشنو كيدير تما الله اعلم. حتى جاو الابناء ديالو ملي سولوا داك الشيء قالوا ليه راه غادي تعتقل من 3 ل 4 الخميس عاد باش يدوز عند وكيل الملك. السيد اشنو واقع ليه؟ عنده غير ورث بحال قاتل بحال سميتو، ملي حيح ولادو وخاصمو وداك الشيء داروا ليه صراح مؤقت تيدوز عند وكيل الملك. ملي داز عند وكيل الملك اللي هي وكيله الملك مرا، مشى دخل من الباب هو وختو، ملي دخلوا كيتسنى حتى كيجي بوليسي من الدار الحمراء اللي دوز ليه سميتو، تيقول ليه لا غتدخل مع المعتقلين، والسيد هو غير وارث والورث حلال، يعني مكتوب في القران والقانون محلل الورث، هما داروه بانه جو سي با اشنو كاتبين ليه تمايا. الوقيته اللي مشى كيتسنى قال غندخل عند وكيل الملك غادي ينصفني. ملي دخل عند وكيل الملك باش غينصفو كيتصدم انه جايبه محامي، دخل المحامي اللي عنده هو الاول، دخلت هي وياه ودخل الوالد ديالي. ملي دخل كيتفاجئ ان وكيله الملك كتقول لي شوف غتوقف تما بعد ما تجيش لعندي وما تعطيني حتى ورقه، عندك 8 ايام وغيجيو البوليس يخرجوك من الدار. ملي خرج ومشينا كنبحثوا النمره ديال الدوسي اشنو كاين، حتى واحد كيقول لنا ما كاينش هادشي. رجعت معاه في الحين انه تنقولوا لهم اشنو كاين اشنو هذا، ما كاين حتى دوسي، ما كاين حتى رقم ديال دوسي، ما حتى واحد ما بغى يعطينا شي حاجه باش نفهموا اشنو كاين. الا ما وريناش القانون بحال دابا حنا فاش مشينا لعند الوكيله خاصها تورينا شي حاجه اللي ندقوا عليها، شي باب ندقوا عليه، شي باب ندقوا عليه باش حنا ناخذوا حقنا. هاد السيد الا ما عطاهش القانون حقه شكون اللي غيعطيه ليه؟ جالس معاها ليل ونهار، ها هي الدار دق عليها وسولها وتحلف لك بيمين الله انها كتاكل معاه وكتشرب معاه، وما بغاتش تجبد معاه الهضره وما بغاتش تعطيه حقه والو، ما بغاتش تعطيه حقه باي صفه. تقول لي ما عندك حتى حق، ما عندك حتى شي حق، بغيتها غير تعطيني شي دليل بانه ما عنده حتى حق وتجلس معاه اطابل، ما جلساتش معاه اطابل. خوتو الاخرين وحده
راه كاينه في فرنسا ما جاتش، كتقول لك راه هي اللي مكلفه دايره اليوم الوكاله، وحده جو سي با باش مهدينها راه جالسه كتقول لك انا ما باغاش المشاكل. انا الرساله ديالي اللي كنوجه هو الله يخلي لينا سيدنا والله ينصرو، من هذا المنبر كنوجه ليا هذه الرساله باش ينصرنا ويشوف اشنو هذه القضيه يفكها لينا ويفكوها المسؤولين والمحكمه والناس اللي كيعرفوا اللي كيفهموا. حنا راه ما كنفهموا حتى حاجه، حنا راه خبز ربي في طبقه، على كون ما كنا خبز ربي في طبقه غيخرجوه من الفوق، هو بيع ليها لتحت وجايبها ليه السيد عافيها الفوق، خصو يخرج من الفوق. السيد ما عارفش، ولادو ما عارفينش، يعني حتى واحد ما عارف، ما فاهمينش. ملي مشينا للمحكمه حتى هي ما نصفتناش، المحكمه هي زاد كملت علينا قالت لك سير 8 ايام غادي تخرج، حتى واحد ما قرا شي ورقه. انا بغيت نفهم اشنو كاين في الموضوع، الموضوع ما فهمتوش. انا كنطالب الناس المسؤولين هما اللي يعاونونا، الله يرحم ليهم الوالدين، حيت الوالد ديالي مريض والوالده ديالي حتى هي فيها الكونسير كتعاني كدير شيمي، وما شافوش فيهم، ما شافوش في الحاله ديالهم وما بقاوش فيهم، مع انهم بالعلم انهم مدخلين ناس برانيين مسكنينهم في الدار في السكنه ديال با الفوق في السطح، هما اللي كيبقاو. وخوها ما بغاش يعطيه الحق ديالو، علاش وباش من حق؟ باش من حق اخويا؟ إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.